المهندس فرج عامر واحد من الشخصيات التي فرضت نفسها على الوسط الرياضي بالرغم من أنه رجل صناعة بالمقام الأول. عشقه للرياضة كان دافعاً كبيراً لتواجده فيها، بل وتحقيقه نجاحات كبيرة في الكثير من المواقع التي تولى قيادتها، سواء في نادي الجياد أو نادي سموحة الذي قلبه رأساً على عقب وحوله إلى مؤسسة اجتماعية ورياضية كبيرة، وبات مركزاً لتخريج الأبطال وتحقيق البطولات في كل الاتجاهات، أو حتى من خلال رئاسته للجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري في بعض الفترات كإحدى اللجان المهمة والمؤثرة في شكل الرياضة المصرية ومتابعتها ومراقبتها. فرج عامر ليس مجرد شخصية رياضية، بل هو يذوب حباً في الرياضة من خلال متابعة أخبارها ونشرها، وكأنه كان يمني نفسه بالعمل في المجال الإعلامي، فتراه شغوفاً بالخبر ويحرص على نشره، بل ويحرص على السبق في الأخبار وترويجها قدر ما يستطيع عبر صفحاته على السوشيال ميديا، فأثار الكثير من الجدل، خصوصاً أنه يخوض في موضوعات شائكة عن نادي سموحة خاصة والرياضة المصرية عامة. فرج عامر رجل صناعة ورياضة من طراز خاص سيكون ضيفنا وضيفكم الليلة في قناة الأهلي في رحلة نغوص فيها في بحاره، ونقدم قراءة جديدة للرجل، وربما نكشف عن سر عشقه للرياضة. تعالوا نرحب بالمهندس فرج عامر على شاشة الأهلي مع المجري.